رقم ومعلومة. سبعة وثلاثين هو عدد أهداف محمود الخطيب مع الأهلي في بطولات إفريقيا، وبها يعتبر الهداف التاريخي للأهلي إفريقياً، وتصدر قائمة هدافي بطولات الأندية الإفريقية لمدة 25 سنة. أول أهداف الخطيب الإفريقية كان في مرمى نادي مولودية الجزائر في إياب دور 16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في عام 76، والهدف ده كمان كان افتتاح لأهداف الأهلي على المستوى الإفريقي. الغريب إن أغلب أهداف الخطيب بجانب روعتها الفنية كانت كمان بتحمل ذكرى سعيدة للأهلوية. أهدافه رينجرز النيجيري في بطولة سنة 82 اللي صعدت بالأهلي لأول نهائي إفريقي. وأهدافه في ذهاب وإياب النهائي ضد كوتوكو الغاني اللي كانت سبب رئيسي في تتويج الأهلي بأول بطولة إفريقية في تاريخه. وباسم مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب يرقص ورزق الدين ويجي جول يا جول 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 التعادل للخطيب. وهدفه الشهير في مرمى مستقبل المرسى التونسي في بطولة كأس الكؤوس سنة 1985. وهدفه في كوتوكو في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري سنة 87، وده كان آخر أهداف الخطيب الإفريقية مع الأهلي لأنه اعتزل في نهاية البطولة، لكنه ظل على رأس قائمة هداف الأهلي إفريقيا حتى الآن. الحمد لله بشكر بلدي وبشكر تراب بلدي اللي أنا تربيت عليها. بشكركم جميعا بشكركم جميعا. ألف شكر ألف شكر ألف شكر.